بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 39. من معصباته، يعني تعصيب مع الغير يسمونه. نعم. بقوله سبحانه: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. نعم. فشرط في فرضها عدم الولد، فاقتضى أن لا يفرض لها مع وجوده، ولما سبق من حديث الهزيل حديث ابن قضية ابن مسعود رضي الله أنه أعطى البنت النصف وبنت الابن السدس والباقي أعطاه للأخت. تعصيب مع الغير. نعم. ولما سبق من حديث الهزيل وهي بنت ابن مسعود رضي الله عنه التي قضى فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه بمعناه. نعم. فصل. نعم. والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم. لما فرغ من ميراث الإخوة والأخوات لغير أم، وهم الأشقاء والشقائق أو لأب، انتقل إلى الإخوة لأم. الإخوة لأم ذكر الله ميراثهم في أول السورة: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ولكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالأخ لأم إذا كان واحداً، أو الأخت لأم إذا كان واحداً سواء ذكراً أو أنثى له السدس إذا انفرد، وإن كانوا أكثر من واحد فإنهم يشتركون في الثلث. ذكرهم وأنثاهم سواء. فلو مات عن مثلاً ثلاثة إخوة لأم وثلاثة أخوات لأم، فليس لهم إلا السدس، ويكون بينهم على عدد رؤوسهم أسداس، كل واحد له سدس السدس لا يزيد بكثرتهم. نعم. لأن الله أعطاهم، شرك بينهم في الثلث ولم يذكر تفاضلا، قال: فهم شركاء في الثلث. والشركة تقتضي التسوية بين الذكر والأنثى، وهذا من خصائصهم، من خصائص الإخوة لأم أن ذكرهم كأنثاهم، بخلاف الإخوة لغير أم فللذكر مثل حظ الأنثيين كما سبق. نعم. والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم، لواحدهم السدس وللاثنين الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، لقوله سبحانه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني ولد الأم بإجماع أهل العلم. وفي قراءة عبد الله: وله أخ أو أخت منهم. قراءة عبد الله يعني بن مسعود: وله أخ أو أخت من أم. فهذه القراءة تفسر المراد بأن المراد الإخوة لأم. نعم. وهذا بإجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن هذه الآية الإخوة لأم. نعم. لكن بشرط أن يكون كلالة. لاحظوا، الإخوة لأم لا يرثون، وكذلك الإخوة لغير أم لا يرثون إلا بشرط الكلالة، وهو عدم وجود الولد ووجود الوالد. لا يرثون إلا بشرط الكلالة، وهو من لا ولد له ولا والد. نعم. فضيلة الشيخ، توفي ميت عن بنت واحدة وأبناء ابن ثلاثة ذكور وبنتين. توفي. نعم. أين؟ عن بنت واحدة وأبناء ابن. أبناء ابن. نعم. ثلاثة ذكور وبنتين، فكيف يكون تقسيم التركة؟ كما سمعتم، للبنت النصف والباقي لأولاد البنين، ذكر مثل حظ الأنثيين. تكون المسألة أصلها من اثنين: للبنت النصف فرضاً، والباقي واحد يكون لأولاد
الإبن تعصيبا ورؤوسهم يقول كم؟ ثلاثة ذكور وبنتين. ثلاثة ذكور وبنتين، تكون المسألة من ثمانية، تكون المسألة من ثمانية يعني رؤوسهم على عدد رؤوسهم، ثلاثة ذكور يكونون عن ستة والبنتين اثنين عن مع ستة ثمانية، والباقي لهم واحد وسهمهم ورؤوسهم ثمانية، تضرب ثمانية في اثنين 16، 16 للبنت من أصلها واحد في ثمانية ثمانية، ولهم من أصلها واحد في ثمانية ثمانية، لكل ذكر اثنان وللبنات على واحد. نعم، بنتين على واحد وللأبناء ثلاثة على اثنين، هذه ثمانية. نعم. فضيلة الشيخ، هل يرث الرجل ابنة عم أبيه التي ليس لها إلا بنت واحدة والبنت لها عدة أولاد وبنت؟ نعم، هل يرث؟ هل يرث الرجل ابنة عم أبيه التي ليس لها إلا ابنة واحدة والبنت لها عدة أولاد وبنت؟ ابنة عم أبيه والبنت لها إيش؟ ليس لها إلا بنت واحدة الميتة يعني. بنت عم أبيه لها بنت. نعم. والبنت لها عدة أولاد وبنت. إيه، أولادها ما لهم شيء، أولاد بنت الميتة، أولاد بنت الميتة ما لهم شيء، فيكون لبنتها النصف والباقي لابن عمها النازل، لابن عمها النازل تعصيب. نعم. وإذا توفيت ابنتها فهل يرثها أم أولاد ابنتها؟ يرثها العصبة، هو العصبة، يكون المال له هو، لأنه عصبة أولاد بنتها من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام ليس لهم شيء مع وجود العصبة. نعم. فضيلة الشيخ، نحن ذكرنا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بنت وبنت ابن وأخ للبنت النصف في قصة سعد بن الربيع، وجاء قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ابنتي سعد بن الربيع وزوجته في قصة أخي ابن أبي الربيع، فكيف توجيه هاتين الروايتين؟ كيف يقول؟ ذكرنا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بنت وبنت ابن وقت للبنت النصف في قصة سعد بن الربيع. نعم. وجاء قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ابنتي سعد بن الربيع وزوجته في قصة أخي بن أبي الربيع. ما بينهم إشكال، لأن قصة سعد بن الربيع فيها بنتان، بنتان صلب لهما الثلثان. قضية ابن مسعود ليس فيها بنت صلب، وإنما فيها بنت صلب واحدة وبنت ابن، فبنت الصلب لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، ليس بينهما إشكال، ليست المسألتان سواء، واحدة فيها بنتين وواحدة فيها بنت وبنت ابن، اختلفت. نعم. وفي الكتاب سيقرأ يوم الجمعة القادم إن شاء الله، نقرأ محل كتاب التوحيد العقيدة الواسطية. نعم، العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. فقدت الشيخ، متن الرحبية الذي يدرس غالبا في الفرائض هنا هو متن شافعي، فهل هذا يدل على أن المذهب الشافعي والحنبلي متفقان في الفرائض؟ نعم، متفقان إلا في بعض المسائل نبه عليها، في بعض المسائل نبه عليها مثل المشركة، مثل الرد، باب الرد وباب ذوي الأرحام، الشافعية لا يقولون بالرد ولا بذوي الأرحام، فالحنابلة يكملون على الرحبية. وقد نظم شيخنا الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله، الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي، تكملة على الرحبية، نظم عليها تكملة في باب الرد وفي باب ذوي الأرحام. نعم، مطبوع مع الرحبية. نعم. هل يوجد في المذهب الحنبلي منظومة الفرائض؟ نعم، فيه منظومة الألفية، المنظومة الألفية التي شرحها صاحب العذب الفائض، ألفية في الفرائض شرحها صاحب العذب الفائض. نعم. وفيه البرهانية أيضا، البرهانية
نعم. فضيلة الشيخ، هل يمكن القول البرهانية شرحها ابن سلوم النجدي، البرهانية شرحها ابن سلوم النجدي، مطبوع، شرحه مطبوع موجود. نعم. هل يمكن القول أن القرآن لم يحدد ميراث البنتين وأن السنة حددت ميراث البنتين، وبهذا نتخلص من القول بأن الكلمة لا مفهوم لها أو زائدة؟ السنة مفسرة، السنة مفسرة للقرآن، مفسرة للقرآن، فهي فسرت المراد بكلمة فوق، الحمد لله بيّنت هذا، يكون هذا من باب التفسير. وكما تعلمون السنة مبينة للقرآن، قد قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن كلمة فوق لا مفهوم لها. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم ذهاب بعض حكام الدول العربية للمشاركة في جثمان إسحاق رابين رئيس دولة إسرائيل؟ الله أعلم، ما علينا منهم، هذا على مسؤوليتهم، هم وهم المسؤولين أمام الله، إنما علينا منهم. نعم. فضيلة الشيخ، نرجو تفسير الجزر من جنس العمل في حديث أبي بكر، ما من ذنب أجدر أن يعدي الله لصاحبه العقوبة من البغي وقطيعة الرحم. نعم. نرجو تفسير الجزر من جنس العمل في حديث أبي بكر، ما من ذنب أجدر أن يعدي الله لصاحبه العقوبة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي، الذين يبغون على الناس، البغي هو الاعتداء، يعني البغي هو الاعتداء على الناس. الجزاء من جنس العمل، يعني الله جل وعلا يجازي الإنسان من جنس عمل، فالمحسن يجازيه بالإحسان، قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والمسيء يجازيه بإساءته أو يعفو سبحانه وتعالى، قد يعفو سبحانه وقد يجازي على الإساءة بالإساءة، فيجازي على الذنب بالعقوبة، مثلا القصاص، القتل العمد العدوان جزاؤه مثله، قتل قصاصا، الجراحات والأطراف قصاص تبنى عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. وقال تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، هذا جزاء من جنس العمل، كما سخروا من عباد الله سخر الله منهم سبحانه وتعالى جزاء، ومكروا ومكر الله هذا جزاء من جنس عملهم، فكما أنهم مكروا بعباد الله مكر الله بهم فعاقبهم من حيث لا يشعرون، من حيث لا يشعرون، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى، الجزاء من جنس العمل لا شك. نعم. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، هذا جزاء من جنس العمل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا الجزاء من جنس العمل. نعم. طيب الشيخ، نعم، ما معنى كلمة تعصيبا، وما معنى وإن نزلت البنت، وما معنى بنت الصلب؟ بنت الصلب يراد بها البنت المباشرة للميت، البنت المباشرة للميت التي ليس بينه وبينها ليس بينه وبينها درجة أو درجات، مباشرة له بنته من صلبه، أما بنت ابنه أو بنت بنته هؤلاء ليسوا أبناء صلب، وإنما هم يقال لهم أولاد الأولاد، أولاد الأولاد نازلين، بينهم بين الميت درجة أو درجات، هذا الصلب والولد النازل. وأما التعصيب، التعصيب هو استحقاق، الاستعصيب معناه الاستحقاق، استحقاق الميراث كله أو بعضه ما أبقت الفروض، هذا التعصيب مأخوذ من عصب الشيء وهو الشد عليه، ك
كما تشد العصابة على الرأس، سموا عصبة لأنهم يحيطون بالميت من جوانبه كما تحيط العصابة بالرأس، ولأنهم يقوون الميت أيضا كما تقوي العصابة رأس الإنسان، والحزام يقويه أيضا إذا تحزم به، فسموا عصبة من باب التقوية لأنهم يقوون قريبهم ويساعدونه. نعم. هل ثالث البنات أو الأولاد منكم مع ذكر مثال؟ هل ثالث إيش؟ هل ثالث البنات والأولاد من الأم مع ذكر مثال؟ ما في شك، أولاد يرثون من الأم ومن الأب، يرثون من أبويهم. نعم. ما هو الراجح في لمس عرق الطفل القبلة والدبر؟ هل يقبل الوضوء؟ وما هو رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ بلا شك من رأى من العلماء أن مس الذكر ينقض الوضوء، فإن الذكر سواء كان من كبير أو من صغير، سواء كان ذكر الإنسان أو ذكر غيره، إذا لمسه انتقض وضوءه. أما من لا يرى ذلك، هي من العلماء من لا يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء، وأخذ بحديث إنما هو بضعة منك، لا يرون أنه ينقض الوضوء لا من الإنسان ولا من غيره، لكن الحديث الصحيح يدل على القول الأول أن مس الذكر مباشرة من غير حائل ينقض الوضوء، سواء كان ذكر اللامس أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما في حديث بسرى بن صفوان أمر بالوضوء من مس الذكر، وقال من مس ذكره فليتوضأ، هذا حديث صحيح. وحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منه، قالوا هذا متقدم، لأن طلق بن علي من أهل اليمامة وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت متقدم، حديث بسرى متأخر فيكون ناسخا له، والله أعلم. جاء الأذان. طاعة الوالدين مقدمة،
لأن حق الوالدين يأتي بعد حق الله مباشرة. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فيقدم حق الوالدين. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وأرجعه إلى والديه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى الجهاد ولا غيره إلا برضا والديه، لأن حقهما مقدم. فإن رضي فلا مانع، لكن أنتم الآن تحت ولي أمر، لازم من استئذان ولي الأمر أيضا، تذهبون بدون إذن ولي الأمر، أنتم رعية تحت راعي، إذا أذن لكم بعد إذن الوالدين فلا مانع. إذا أذن الوالدين الوالدان يبقى إذن ولي الأمر الذي أنتم رعيته. لا بد من هذا، الأمور ما هي فوضى، الإنسان ينضبط بضوابط، ما يصير فوضى، الأمور مضبوطة ولله الحمد. ديننا دين الانضباط ودين التنظيم ودين تقديم الأولويات، هي بالمسألة فوضى، من شاء يروح ومن شاء. نعم. إذا كان إمام المسجد لا يحفظ سورتي الستة والإنسان، فهل يجوز له أن يقرأهما نظرا في بدل يوم الجمعة في المصحف إحياء السنة؟ اقرأ غيرهما، قراءة السورتين السجدة والإنسان في فجر الجمعة سنة إذا تيسر، وإذا لم يتيسر ما كان يحفظ هو يقرأ غيرهما والحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. الله جل وعلا يقول: فاقرأوا ما تيسر منه. الدين ييسر ولله الحمد، ولا داعي لأنه يحمل المصحف، يعني حمل المصحف في الصلاة في خلاف بين العلماء، حتى في التراويح من العلماء من يرى صلاة الليل، من العلماء من يرى أنه ما يحمل المصحف لأنه شغل وحركة ونظر في الكتابة، هذا يشغل عن الصلاة نوعا ما، ولكن الصحيح أنه في التراويح وفي النافلة لا بأس به، لا بأس به، ولكن في الفريضة ما له داعي، هذا اقرأ ما تيسر والحمد لله. نعم. هل يجوز اتباع جنازة الكافر وحضور التثنية وتعزية في أهله، ومن حكم من يفعل ذلك؟ هذا احتيال على الجواب السؤال الأول اللي مر، أنا أجبت عليه خلاص. نعم. إذا قلنا أن الطواف للوداع في العمرة، نعم، إذا قلنا أن الطواف للوداع في العمرة ليس بواجب ولكنه مستحب، فمن الذي سلط الوجوب في قول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف؟ يخصص حديث ابن عباس عام، حديث نعم حديث ابن عباس في الحج، حديث ابن عباس في الحج: كان الناس ينفرون من كل وجه فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، هذا وارد في الحج. وأما العمرة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر ولا ذكر عنه ولا مرة أنه طاف للوداع أو أمر من معه أن يطوف للوداع، العمرة ليس لها وداع. ومن طاف للوداع في العمرة من باب الاستحباب ومن باب الاحتياط هذا شيء طيب، لكن الوجوب لا يجب، لأنه لا دليل على الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ولا ذكر أنه أمر بطواف الوداع في العمرة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. السؤال: هل المرأة إذا صلت في بيتها ثم جلست حتى تطلع الشمس يكون لها مثل هذا الأجر؟ الظاهر أنه لا يحصل هذا لها، لأن هذا في الذي يجلس في المسجد، ولكن إذا جلست تذكر الله فلها الأجر إن شاء الله، لها الأجر. لكن الموعود به في هذا الحديث إنما هو في الذي يجلس في المسجد، ولا شك أن المسجد يختلف عن البيت. نعم.
إذا أدرك المأموم الإمام التشهد في صلاة الفجر ثم قام ليتم صلاته، هل يجهر بالقراءة أم لا؟ نعم يجهر بالقراءة إلا إذا شوش على غيره فلا يجهر، إذا كان يشوش على غيره لا يجهر، أما إذا كان ما يشوش على غيره فالسنة أنه يجهر. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم السوائل التي تخرج من النساء؟ هل توجب الاستنجاء من هذه السوائل؟ وهل هي طاهرة أم نجسة؟ كل ما خرج من الفرج، كل ما خرج من الفرج فإنه يوجب الاستنجاء، وهو أيضا هو نجس، ما خرج من الفرج فهو نجس ويوجب الاستنجاء وغسل ما أصابه. نعم. فضيلة الشيخ، أيهما أفضل من متون الفرائض المختصرة، الرحبية والبرهانية من ناحية القوة واعتماد الراجح من الأقوال والاختصار؟ ما فيها اختلاف، يعني الفرائض الخلاف فيها قليل، الخلاف في الفرائض قليل، والرحبية هي أحسن شيء من ناحية شمولها ومن ناحية سهولة نظمها، سهولة حفظها، وهي التي كان طلبة العلم والعلماء يقرؤونها في المساجد. الرحبية كتاب يعني منظومة جيدة جدا وسهلة وشاملة، فهي أحسن متن في الفرائض، أحسن متن مختصر في الفرائض. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.